بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيك. اخيرا النادي الاهلي رجعنا نتفرج عليه النهارده في الدوري. كلنا كنا مشتاقين جدا لان احنا نتفرج على النادي الاهلي في مباراه رسميه، حتى لو احنا عارفين ان الاداء مش هيكون ولا بد، لان ده طبيعي جدا ومنطقي جدا، والعالم كله بيمر بيه في ظل الازمه الموجوده اللي احنا فيها، ان الانديه راجعه من توقف طويل جدا، فكل الفرق بتحاول ترجع للمستوى اللي كانت عليه قبل مرحله الايقاف. طبيعي جدا النادي الاهلي النهارده الاداء يكون سيء نوعا ما، بس اهم حاجه بالنسبه لك تدور على النتيجه طالما الفرقه كسبانه يبقى بنوصل للانتصارات، بنحاول ان احنا نرجع واحده للمستوى اللي احنا كنا فيه بالنتيجه، النتيجه اللي بترجعها بكل ده. انما النتيجه كانت سلبيه، بتواجه مشاكل، بتواجه احباطات، بتواجه حاجات كتير، خصوصا يعني ان تشكيل نيفالر بيلعب بيه النهارده تشكيل كان مشاكل كتير قوي تكتيكيا وخططيا. اوكي يا معلم، المنطق بيقول ان احنا ما ينفعش نبقى حلوين وما ينفعش نبقى جامدين قوي من اول ماتش او تاني ماتش نلعبه بعد التوقف، بس برضه الافكار اللي كانت موجوده جوه الملعب كانت افكار توحي لك ان في مشاكل كتير قوي في عقليه ومخيله ريني فايلر بالنسبه للعبه بتاعته، خصوصا يعني وانت بتلعب 4-2-2-2 عندك مشاكل كتير قوي في الاثنين بتوع نص الملعب اللي هم عمرو السولية واليو ديانج، لان انت مين اللي هيقوم بدور صانع العاب المتاخر؟ عمرو السولية. طب ايه دور صناعه العاب المتاخره اللي عمرو السولية هيقوم بيه؟ هيلعب ناحيه الشمال كره طوليه لجيرالدو ولا هيلعب ناحيه اليمين لمجدي قفشه لمين؟ ناحيه اليمين قفشه كان بيلعب في بدايه المباراه هاف يمين، واللي كان بيلعب فيرويد كان مروان محسن وجنبه جونيور اجاي. مروان محسن برده وهو واليو ديانج بيثبتوا ان طريقه اللعب هي اللي بتظلمهم، مش هم اللي لعيبه ما بيعملوش مجهود ولا هم اللي لعيبه بيهربوا من الكوره ولا الكلام ده، طريقه اللعب بتظلم الفيرويد اللي بيلعب في النادي الاهلي. ليه؟ لانك بتحاول تلعب في الاطراف والاطراف بيحاولوا يعدوا واحد على واحد وما بيحاولوش يلعبوا كره عرضيه، وحتى لو بتلعب كره عرضيه بتلعب كره عرضيه قصيره ما بتحاولش تستفاد من طول المهاجم سواء مروان او سواء اليو او سواء كمان جونيور اجاي اللي النهارده بصراحه الراجل اتمشور معانا جوه الملعب كتير. اجاي يروح شمال وتلاقي ان جيرالدو راح يمين وتلاقي ان قفشه دخل في العمق برده مش شغاله. ليه؟ عشان انت بتعتمد على نص ملعب ما ينفعش يعمل الطريقه اللي انت عايز يقوم بيها دي، لا مؤاخذه يعني عمرو السولية مش هتلاقيه يتحول تنين في ماتشات زي دي. هو عمرو السولية ممكن يديك ماتش عالمي ويحسسك ان هو احسن لعيب بوكس تو بوكس واحسن لعيب مركز 8 وجد في مصر، وماتش تاني تلاقي ان عمرو السولية كان شفاف فيه. ماتش النهارده بقى الماتشات اللي عمرو السولية كان شفاف فيها، فطبيعي انك تلاقي فيه مشاكل كتيره قوي في اللعيب اللي هو وصل الكوره للشكل الهجومي اللي اوقات كتيره جدا كانت بتبقى 4-2-4 صريحه، وكنت بتلاقي ان لعيبه الاهلي على الاطراف مستنيه الدعم من لعيبه نص الملعب، فده اللي كان بيوجد مشاكل في ان الفرقه مش لاقيه حد من نص الملعب يعرف يوصل الكوره للشكل الهجومي، في ظل طبعا الحاجات البلوكات اللي كان عاملها لك كابتن حلمي طولهم وانبي وال 4-5-1 اللي كانت صريحه اغلب الوقت، وهو اغلب الوقت كان بيحاول يقفل على نص الملعب، واوقات كمان كان بيلعب على عمرو السولية مان تو مان عشان خاطر يمنع ان الاهلي يحاول يوصل الكوره للاربعه اللي في الشكل الهجومي، وده كان بيشكل مشكله كبيره جدا. الشوط الاول بينتهي 0-0 والاهلي كان فيه سلبي وانبي كان فيه سلبي، والدنيا كانت بالنسبه لنا معنا بالله ربنا، واصوات غريبه قوي قاعدين نسمعها وحاجات عماله تتكرر. هو يا جماعه مش كده، القنوات اللي بتشغل الاصوات بتاع الجمهور مش الملعب هو اللي بيشغل القنوات الاصوات بتاع الجمهور عشان خاطر يدوشنا، مش كده عادي، قلنا الشوط الثاني ربنا هيكرمنا ويحلها من عنده. لعيبه انبي قطعوا بدنيا، لعيبه انبي ما وقعتش بدنيا والاهلي فضل زي ما هو ونفس العك هو لحد ما اللعيب اللي كان عامل مباراه ممتازه جدا الباك الشمال بتاعهم لقينا ان هو بيغلط غلطه غريبه قوي ان هو بيتاخر جدا في العوده فبيقدر يستغلها محمد هاني اللي بيلعب له عرضيه ممتازه من ايمن اشرف بيقدر يحرز فيها الهدف الاول. بعد الهدف الاول ما جه خلاص بقى نغير التغييرات اللي احنا عايزينها، مفترض يعني ان احنا بنعمل 5 تغييرات وعادي ما فيهاش اي مشكله لو غيرنا 5 تغييرات. احنا قبل الهدف غيرنا اليو ديانج بحمدي فتحي، حمدي فتحي اللي خلى عمرو السولية يقوم بالدور ده سريع ويلعب مع عمرو، اليو اللي طلع شويه يعني اليو الشوط الاول كان بيسيبك انت تطلع وهو بعد كده يطلع شويه وانت تنزل، والكلام ده دلوقتي بقت صريحه، اطلع انت مع عمرو، اطلع انت مع عمرو، وهتلاقي ان حمدي فتحي من ناحيه الشمال وبيخطيك لو انت طلعت بينزل مكانك، اطلع بقى مع عمرو. عمرو السولية فعلا طلع وكان بدا يبقى ليه دور والكلام ده لحد ما لقينا ان خلاص ادينا رجعت نامت شويه والاداء والايقاع فضل ينام 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 لحد المباراه ما قربت على الانتهاء، وبيقدر عادل معلول يجيب الهدف الثاني ونخلص المباراه دي على خير ونطلع بال3 نقط. زي ما كلمتك من اسبوع قلت لك الماتشات الوديه مش مفيده، لان الماتشات الوديه اللي انت لعبتها قدام خصوم كانوا ضايعين جدا بدنيا والدنيا كانت بالنسبه لهم مش مظبوطه، الفرقه اللي انت هتواجهها في الدوري المصري دلوقتي هتكون برده بدنيا واقعه ومش مظبوطه الدنيا بالنسبه لها عامله ازاي. اتمنى ان السيد ريني فايلر يشوف تجربه زين الدين زيدان في ريال مدريد واستخدامه الامثل لدكه البدلاء اللي خلص بيه الموسم مرتاح جدا، اتمنى ان ريني فايلر يحاول يستغل البدلاء في الجدول المضغوط والماتشات اللي كل 3 ايام ماتش ليه، تحاول تدخل لعيبه من اللعيبه الناشئين اللي انت بتطلعهم من تحت علشان خاطر عندك غيابات، عندك غيابات، بس برضه لما تحاول تلعب على الاطراف وعدم وجود حسين ورمضان بيكتشف ان البدلاء مش على المستوى اللي هو مع غياب احمد الشيخ للاصابه وايقاف كهرباء، بنكتشف لا عندنا مشاكل كتير قوي على الاطراف. جيرالدو لاعب محتاج فرصه ومحتاج وقت طويل ما حدش هيصبر عليه،
لان هو مش هيحاول يرجع لك من ماتشين ثلاثه يكون ممتاز جدا، مهما كان النهارده كان لعيب عامل دور كويس جوه الملعب، بس برضه محتاج وقت. جاي على الطرف ما تستناش منه حاجه، في العمق ممكن يكون مؤثر نوعا ما، انما غير كده ما تستناش حاجه من لعيبتك اللي على الاطراف، هو رمضان وحسين وبس، واقفل على كده. وهاني احنا متفقين ان هاني لازم تديله وقت وتديله كل الفرص المتاحه، عمل ماتش حلو، عمل ماتش ممتاز، عمل ماتش سيء، برضه مستني انك تديله فرصه كامله هي هي. واهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا ايمن اشرف غاب ماتش الانتاج الحربي، هل ده هيفرق؟ والله ما يفرق اي حاجه، لان الانتاج الحربي برضه هيكون زي انبي، برضه هيكون عنده مشاكل بدنيه ومشاكل كتيره قوي في ظل العوده من التوقف والكلام ده. بص بقى يا صديقي، مش تخسر حاجه لو عملت لايك. ممكن اقول، ممكن ما اكونش قلت لك الكلام اللي ريحك بتاع ان الاهلي عمل جيم عظيم والاهلي كان ممتاز تكتيكيا والاهلي كان مبدع. لا لو قلت لك كده براجل نصاب، لا لا عمل شوط اول سيء وكان زي الزفت، فاطلع اقول لك ازاي الاهلي كان ممتاز والنيفر كان عالمي وكلام يا رب. ده ان انا عيل نصاب ما ينفعش انك تشارك في قناتي، انما لما انا ادخلك جوه قصه المباراه الحقيقيه اللي احنا عشناها مع بعض 90 دقيقه واقول لك على اللي حصل، ده معناه ان انا بقول لك الحقيقه. لو انت بتزعل من الحقيقه براحتك بقى يا صديقي، بس اهم حاجه ما تشتمش في الكومنتات وحياه ابوك. شكرا.